ما عندوش فرصه يلعب في الفيرست تيم في النادي، انا بتكلم على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ما عندوش فرصه يلعب في مركزه الحقيقي، بس عنده فرصه في مركز تاني، او مدير فني معين حاسس انه ممكن يوظف في مركز تاني، يقبل بده ولا ما يقبلش؟ لو رجع بيك انت شخصيا يعني الزمن تاني، انا بص تقبل انك تلعب في مركز غير لا مركزك؟ لا طبعا انا لا، ما انت خلاص بقى، ما انت لما تكون انت لسه طالع ناشئ، انت يعني انت مثلا انت مش لاقي شغل في اي حته، بنروح واحد عرفت تشتغل اي حاجه هتعمل ايه؟ تقبل يعني انت هتشتغل لغايه لما ده بره يعني، لكن انت في النادي، في النادي الاهلي عشان تلعب درجه اولى في النادي ده كان زمان مستحيل. انت دلوقتي الناس بتيجي من بره تلعب فرقه كبيره، الجيل بتاعنا لما تيجي اقول لك، انا شوف انا بقول لك اسماء عامله ازاي، في ناس بتيجي من بره كابتن جمال وبتبقى التيشيرت تقيله عليهم، ما بي ممكن يبقى نجم كبير جدا في فرقته ما يستحملش الفنانه الحمراء. ما فيش نجم كبير بره بفرقته، ما فيش نجوم اصلا، ما فيش نجوم، ما فيش اللي بيجوا من بره ما فيش نجم. نجم فين؟ اذا كان هو اصلا في مكانه في ناديه هو مش نجم، مجرد ماتشين ثلاثة أربعة بقى نجم. وبعدين النجم ده انك انت تلعب في مكان خمس ست سبع مواسم ما تقعدش، يعني لما تيجي تقول الربيع ياسين ولا طارق بوزيت ولا الناس اللي موجوده ولا الزمن وليد ولا هادي. الزمن والمقارنه لا تجوز يا كابتن جمال. ما هو امال انت بتقول احنا النهارده لعيبه عندها 18 سنه، يعني انا مش عايز اقول اسماء يعني، بس احساس النجوميه تحس انك انت بتتكلم مع كابتن خطيب ولا كابتن مصطفى عبده ولا كابتن طاهر ابو زيد ولا كابتن حازم امام، ولا تحس انه انت بتتكلم مع حد مشواره الاحترافي ما لم يعني يتكرر او يحدث في الكره المصريه. يعني انت دلوقتي واحد يجي ياخد 30 40 مليون ولا 50 مليون ولا 80 مليون ويقعد موسم وبعد كده تلاقيه اصابات نص الموسم، وده بقى كده ايه ده نجم ده؟ النجم ده اللي هو يقعد يلعب خمس ست مواسم متتاليين بمستوى مش ثابت. يعني لما يجي يقل مثلا هو مثلا 70 80%، مفيش حد 100% خالص. يعني هو لو 70 او 60 او كده، لما يجي يقل 40 يقل، ما يقلش تحت، ما ينزلش 30. اللعيب بتفرق، وانت اشتغلت مع ناشئين وعارف، انا ممكن كنادي اشوف انه اللعيب ده لما يجي يلعب في النادي الاهلي موسم وديته كوره موسم واثنين، ممكن بعد سنتين يبقى عندي مشروع نجم كبير، ولما اشتريه النهارده ارخص بكتير جدا من ما اشتريه بعد سنتين. ومش بس كده، ممكن كمان استفيد بيه السنتين ولا ثلاث سنين، يلعب معايا ثلاثه سيزون وبعد كده ابيعه واكسب فيه. الرياضه النهارده بقى فيها بزنس. احنا لسه بنتكلم مثلا احمد حمدي، انا مسكته في النادي الاهلي 98، مسكته ثلاث سنين. احمد لما كانوا لما كنت انا جيت مسكت الفرقه، كان كل المدربين اللي بيلعبوه بيلعبوه ديفندر. الواقع اللي هو نفسه حصل لنا. لما بيتكرر تاني مع حمدي. انا اول ما مسكت الفرقه قلت له ايه؟ قلت له بص يا حبيبي، خدته في الاوضه وقعدت، قلت له بص يا احمد، انت انسى حته الديفندر دي، ما انت بص يا حبيبي هتلعب معايا يعني. هو الولد كان مقتنع ان هو ديفندر اساسا، هو كان بيلعب ديفندر وخلاص. ما هو بص هو خلاص، ما هو بيجي مدرب وعايز يلعب كوره. هو لا، اللعيبه الصغيره ما فيش حد في النادي الاهلي بيتكلم، حتى اللي عاوز في مشكله جوه النادي الاهلي بصراحه كده بيخاف يتكلم. عشان ما يتقطعش عيشه. تمام. فاحنا بنتكلم ايه؟ فبالك انت بقى لعيب صغير، لعيب صغير هيقول لك هنا إيه؟ هيلعب هنا، العب هنا العب. انا جيت قلت له يا احمد يا حبيبي، انت مش هتلعب ولا ديفندر وانساها، انت هتلعب ناحيه الشمال يا ناحيه اليمين يا تحت الفراوده، وغالبا هتلعب تحت الفراوده. يعني 90% قعدت اتمرن فيه في كل تمرين على ثلاث لعيبه. انا طبعا بشتغل على اللعيبه كلها. كوحده واحده وتمرينه واحده وباعداد واحد، وكل واحد بياخد حقه في التمرين. لكن احنا بيبقى لنا نظره ان ده ممكن يكمل في النادي الاهلي، ان ده ممكن ما يكملش، ان ده ممكن يلعب فتره اللي هي الفتره بتاعت الناشئين بس ويمشي يروح حته ثانيه. قلت له يا احمد ركز معاه في تحت الفراوده. احمد من الناس اللي اني فئه من الفئات اللي حضرتك اتكلمت عليها؟ يعني كنت شايف احمد حمدي ده من اللعيبه اللي هتلعب. ده يلعب دلوقتي، هو يلعب دلوقتي في النادي الاهلي مستريح. وفي انت مشكله المدربين كلها اللي بتيجي بتعتمد كله على البدني بس. انا المفروض حتى في الاختبارات، انت اللي بيجي لك اختبارات بتلاقي ولد قد كده.